تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحي بن سونة بأمن ولاية تلف من توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج ونقل وتخزين المخدرات عبر إقليم الاختصاص. القضية التي تمت على إثر استغلال معلومات دقيقة تحصلت عليها ذات الفرقة تفيد بوجود شبكة إجرامية تقوم بنقل وتخزين وترويج المخدرات عبر إقليم الاختصاص، حيث مكنت العملية من توقيف المشتبه فيهما وحجز بحوزتهما كمية من الكيف المعالج وقد تقدر ب 22 كيلوغرام، بالإضافة إلى سيارة سياحية وقارب صيد.